بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوان. هاي الاشجار الاكاسيا المصريه ننصح بزراعتها وبكثافه بالاحياء وبالحدائق وبالجزرات الوسطيه من الاشجار المقاومه والمتحمله، يعني تنطيك تزهير على طول السنه ما عدا فصل الشتاء، وبعض الاحيان حتى بالصيف يتوقف، بس بالربيع وبالخريف تنطيك كثافه في التزهير ونمو خضري جدا ممتاز. ننصح بزراعتها واسعارها جدا مناسبة. مثل ما تلاحظون هاي هذا تزهيرها، هاي كثافتها جدا ممتازة. طبعا تبلش بالتزهير من بداية الشهر العاشر، يتوقف التزهير بداية او نهاية الشهر 12، يعني فترة جدا طويلة. وبالربيع ايضا من شهر الرابع لحد الشهر السادس تستمر بالتزهير وبكثافة سريعة النمو. تقدر تاخذ شتلات تربيها على ساق، وتقدر تاخذ اشجار تفرش من الارض. اذا تريدها على ساق لازم تاخذها من بذرة، واذا تريدها من جوة تفرش لا تاخذها قلم. مثل ما تلاحظون هاي شتلة ارتفاعها 3 متر، هي ما تعلى اكثر من 4 ونص بالزايد. اشجار مميزة وطبعا مقاومة حتى للجفاف، يعني للعطش بل السقي، هي جذورها تتكفل بالسقي. جدا انتشرت بالعراق ومنتشرة في جميع المشاتل وبكميات جدا كبيرة. اسعارها تتراوح من 3000 الى 7000 دينار. عفوا، اسعارها جدا مناسبة. واخذوا شتلات يعني تكون مجموع جذري، وانا افضل تاخذوها بذرية حتى تربوها على ساق واحد، افضل ما تكون كثيفة من الاسفل، خلي تصير كثيفة من الاعلى افضل، وحسب كل واحد واختياره وذوقه، ما ندخل الاذواق. تتكاثر مثل ما تعرفون عن طريق القلم وعن طريق البذرة، واثنين هن نفس التزهير، شرحت اكثر المقطع بها. اثنين هن تزهير كثيف، واثنين هن يزهرن في نفس الوقت، يعني بينات مرات البذرة تسبق مرات القلم، ماكو مشكلة. المهم مسألة التزهير شرحت عنها، والشغلة اللي قالوا على اساس القلم البذرة ما تزهر، هاي بدعة اكتشفوها جماعتنا اهل المشاتل. ما تحتاج منك اي تسميد، تطيها مزهر ما تطيها، هي كثيفة ما شاء الله. وقت زراعتها الان افضل وقت، افضل من الربيع بعدة يعني مرات، يعني اذا تزرعها بالربيع احتمال تتعرض للجهد الحراري واحتمال تموت، اما اذا تزرعها في فصل الخريف يعني شهر 10 شهر 9 حدك لشهر 12، قبل شهر 12 يفضل 20/11 تتوقف عن زراعة الأشجار دامية الخضرة. بعد 20/11 ممكنك تزرع النفضيات بنواحة. دائما ننصح بالزراعة الخريفية، هي أفضل وقت للزراعة. طبعا مجملة الحديقة، مجملة الشارع، مقاومة قلت لكم كل الظروف، فقط اهتمام بها اول سنة يعني تحافظ عليها من الكسر من العبث، هي راح تتكفل بنموها ان شاء الله. تحياتي وسلام للجميع.